السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم إخواننا جميعا. شرفت اليوم بزيارة أخونا وحبيبنا وشيخنا الشيخ سفيان عايش. أنا بسميه الشيخ الزاهد، نحسبه ولا نزكيه على الله، والشيخ المجتهد في نشر العلم، نحسبه ولا نزكيه على الله، وأخونا البرماوي شرفونا بالزيارة اليوم. فشيخنا بهذه المناسبة بدنا يعني شوية من رحيق العسل اللي عندك، أعطي نصيحة لطلبة العلم، اهتمامهم بإيش نشغلوا، خاصة في مسائل الخلاف بين العلماء، فافيدنا وجزاك الله خير. حياك الله أبو عوني، جزاك الله خير، نسأل الله ينفع بنا وبكم. طبعا كلام في النصح والبيان والإرشاد لا يتسع لمقام ولا لجلسة أو لجلسة حتى، لأنه الكلام طويل، لكن حقيقة من أهم الأشياء التي نوصي بها ما سمعته من شيخي علي الحلبي قبل حوالي 25 سنة، عندما اتصل به إخوة من ليبيا على التلفون الأرضي، فقال ماذا توصينا؟ قال أوصيكم، طبعا بعد تقوى الله والاستقامة على أمر الله، قال أوصيكم بهضم النفوس. بهضم النفوس بمعنى أنه ما يكون غضبك لنفسك ولا نقمتك لنفسك، وإذا إنسان تعرض لك بالأذى لشخصك فمشي، اعفو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتجد إخوة سلفيين، أنا سلفي وأنت سلفي، لكن عرضة نختلف، أنه إحنا بشر، فممكن أسلوبي ما يعجبك أو ممكن أسلوبك ما يعجبني، لكن في النهاية إحنا سلفيين. الأمر الثاني، أنت أقرب إلي من أرحامي، شايف أرحامي أخوي وإمي وأبوي رحمة الله على والدي وعلى غيرهم في المعتقد والأفكار والمبادئ، أنت أقرب إلي من أخوي ابن إمي وأبوي، أنا وياك مشتركين بأشياء كثيرة جدا. فبالتالي إذا اختلفنا في أشياء، في أسلوب، في وسيلة، في حركة، في طريقة، نتناصح لكن ما نتهاجر، يكون عندنا مبدأ التكامل وليس التآكل. هاي المسألة مهمة جدا يا جماعة، في زمن الحمد لله السلفية تشتهر وتنتشر، وحاولوا إيقافها لكن لا يمكن، لأنها كالمارد بإذن الله، طبعا كله بتوفيق الله، فلا تجعل في قمقم، هذا كله أحلام. فأقابل قبل شخص قبل فترة في منطقة بدون ذكر مين هي المنطقة، لكن خارج عمان، فإذا به يتكلم في التوحيد، يتكلم بالسنة، جزا الله خيرا في طيب ما بعرفه، هو بجوز بيعرفني ما بعرف، لكن في النهاية هو يتكلم إيش في التوحيد في السنة، فليست محصورة لا بسفيان ولا بفلان ولا بعلان ولا بمشايخنا، نحن كلنا سلفيون، كلنا دعاء إلى التوحيد، كلنا دعاء إلى اتباع السنة، كلنا دعاء إلى منهج واحد. فإذا حصل بيننا خلاف فهذا الخلاف ما هو في الصلب، هو في أسلوب، في بعض التعابير، في بعض الأشياء. شو الحل؟ نرجع للأصل وهو هضم النفوس. نسأل الله أن نكون نحن وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأختم بمسألة، سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، أنت أخي، حتى لو كرهتني بشخصي أو سلوكي فأنا لا أستغني عنك، إن أنت مللتني فأنا لم أملك، كما قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه عندما جمعني معه مجلس في إحدى الأماكن في إحدى الأيام قبل سنين حوالي 30 سنة، عندما كان يتصبب عرقا والإخوة يسألون وهو عنده همة في التعليم ونشر العلم، في النهاية قال مللتم؟ إن أنتم مللتموني فأنا لم أملكم بعد. ونحن أيضا نحن إخوة، نحب بعضنا بعضا، سلوكيات، تصرفات، نحن بشر نخطئ، نحن بشر، من قال إنه نحن لا نخطئ؟ من قال مشايخنا في الأمور الدنيوية والسلوكيات لا يخطئون؟ من قال حتى في أمور شرعية عندهم قول مرجوح؟ هذا حال البشر وهذا حال العلم. فالحل هضم النفوس والكاظمين الغيظ،
والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا، حفظك الله.